خديجة من الطاديان، هذا ولد اختي، هادي اختي وولد اختي جا من الطاديان، وكنا ساكنين في المحان، وغادي نرجع عندنا وخادينا الوراق، وجا هادي نصاب على مدة وجيت انا مينايا وداينا الوراق، ما قعدنا لا وراق لا والو، وانا اللي كنت قابلنا امك وبعض البنات وجوج ولاد، وعندي كان انا عواد قضاو شغل وصابوا وراقهم وشجنوا وحفلوا ولا غدا ديالنا. يا هذيك جيت عاد امي بقات مقابله، امي باقا حاجه وزاد زينة سيدها، حنا ما عرفت في حتى حاجه، هو دايما محاميه، حنا بعدا باش نديروا عضنا الله، هو عنده فلوس وفي الطاليان وشبع فلوس، حنا عضنا الله ما عندناش، ما قلنا حتى باش نوكلنا حتى يعاونونا لنا الجينات، بنا في الدوار، لنا في الصيد، لنا في العيد، لنا في كل شيء. بقات ندبب عمي ندبب عمي حتى مشات عضنا، وجات اختي جري عليا خرجت من الدار، يتصوت فيا، وقالت لي خرجي من الدار ودابا بقات لكم حتى حاجة، يا هذيك امي بقاش بغاش تخرج، قالت لي ما عندي فين نمشي نبقى في داري تنموت، تنموت هذيك الساعة، قالت لي ماتت امي نصبوا علينا جا عندي، قال لي ما بقى عندك والو، جات عاود وجات القيامة، ونبوس لهم في جنيهم في يديهم، شوفوا فيا ما عندي فين نمشي، ما عندي حتى حاجة يجيب معايا شي حد، قال لي هذا اختي هذا الوقت نتي يدويهم، ها هو الوراق نتي يدويهم، ها هو الوراق، قلت لي شوف قلت لي هذا الصاب 20 يا اخي ما عطاها لينا، 20 يا اخي عطاها لينا تشعفينا العافية، ما عطاها لينا حتى حاجة، دينا الدار وكل شيء، خرجنا دابا الزرقاء. جا عاود وجا القايد وجا واكيل دت انا جي دت انا الوراق صاوبتهم مشيت بيجو مشيت عند واكيل قال لي قعدي الدار هو عارف اش زايد دخي هذاك الشيء اللي دفعت انايا دفعت الوراق ودابا وعد الفلوس انا ما عدتش ما قبلش حضرتي انا ما قبلش يا حضرتي قبولي واحد حقاش عد الفلوس انا ما عديش دابا خرجتني في الدم الضان وسد بابو جات خدو جاو كل شيء طبق هالجينات ومشاو الضان انا ما عندي فين نمشي ما كاين شي واحد يسوي فيا ما كاين حنين ما كاين حتى واحد عبد الله ما يخلينا سيدنا ما يخلينا محسنين ما يخلينا الجميع يا رب تشوفوا بحالي انا ما عندي صحه نقدر نخدم ما عندي صحه باش نكون اتسخنت امشي على النار امي انا اللي كنت قابلها امي اللي بقات فيا امي قالت يا بنتي حق انت وندمت ما صعبش هاد الشيء ما صعبش هاد الشيء غادي يبقى عليا حنا ما عارفين والو ما عمرنا تنسولوش حنا يتامى حنا دراوش حقال علينا بفلوسه حنا عندنا الله انا خلينا سيدنا الله يخلينا سيدنا الله يطول عمره الله يزازي انت الضبال بس نسكن باش نعيش نموت هادشي اللي كاين بغيت نعيش مع عندي بنت محمد عبد الله هادشي اللي كاين باش نعيش باش نموت ما عندي حتى واحد عند الله باش في النعاس وباش ناكل مشى عند الله حتى واحد ما غادي يديها بها خويا السيد اللي دار هاد الحاله كامله راه ماشي باغي يسكن في الدار شبعان ديور حواناته وراه ما غيدي معاه والو وراه هو خاصو يعطي لهاد السيده عا كوزينه كما كتقول لك انا باغا نعيش غير في الموت خويا السيده راه جارتنا كانت في الكاريان من نهار عقلت عليها وهي معانا هادشي الكلام اللي كتقول راه حقيقه انا في عمري دابا 40 عام من نهار عقلت وهي معانا كانت مقابله امها وما كتكذبش هاد السيده وهاد السيد ولد اختها اللي دار لهم هادشي ما عرفناش اخويا شنو دار لهم الله ياخذ فيهم الحق لا ياخذ فيه الحق كتبت لي امها بانه مشارك معاها شويه داريهم كل شيء ودابا خويا كنطالب من المحسنين يتعاونوا معاها وعاش سيدنا والله يشافيه واش هي ديما تتعيش معكم عادي 10 سنين اخويا كنقول لك من الكاريان سديت ما وتحولنا لهنايا هاد الاقامه اللي عطانا سيدنا الله ينصره الله يشافيه عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش سيدنا الله يشافيه الله يشافي سيدنا الله يشافيه الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد